مسألة اليوم كذلك صار الفجر هذا اليوم حوالي تقريبا الساعة منتصف الليل ونصف في سيدي بوزيد، وهي على إثر عدم انتفاء سيارة نوع ديماكس لإشارة عوامل الحرس الوطني. أكيد بالتفاصيل باش ما ناخذوش، تسمعنا بعض الموضوع أنه في الدورية وقع مطارد هذه السيارة لمسافة طويلة، وقع إطلاق عيارات نارية في الهواء، ثم وقع رمي مباشر على 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 السيارة هذه، وقعت السيارة جد تبادل إطلاق نار. للأسف وقع إصابة جوز من أعوان الحرس الوطني، إن شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل. وقع حجز السيارة وحجز هواتف جوالة ووثائق في هذه السيارة. جوز عناصر هذوما هما جوز عناصر ذهبية عن الهويات نتاعهم، هما معناها عناصر تكفيرية، وكان عندها سوابق في التهريب. جوز عناصر تكفيرية إرهابية عندهم سوابق في التهريب. وقع منذ قليل إلقاء القبض على أحد العناصر المرتبط بالزوز عناصر هذوما، واللي كان يقوم بعملية الكشف مع السيارة هذه، وقع القبض عليه من قبل وحدات الحرس الوطني منذ قليل. وبالتالي